نعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطهر الميامين وعلى من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم القيامة والدين. فأما بعد، أوصيكم ونفسي الخاطئة الخطاءة بتقوى الله عز وجل وكثرة مخافته، حيث أمرنا في محكم التنزيل بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شرعنا في الحديث عن مفهوم العمل الصالح في القرآن، وذكرنا أن العمل الصالح هو ما كان مبنياً على العقيدة في الله وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به وما يرجى به الأجر يوم القيامة. هذا هو العمل الصالح، من كان مبنياً على العقيدة في الله وفي رسوله وفي اليوم الآخر. وذكرنا أن الشرط الثاني لصلاح العمل أن يكون موافقاً لما يحبه الله ويرضاه وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ المؤمن لا يختلق من نفسه عملاً صالحاً إلا إذا نسبه لميزان ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلا قد يكون متبعاً لغرضه وهواه. فالعمل الصالح أصلاً يخرج الإنسان من نفسه، فليس الميزان هو النفس، إنما المعيار أمر الله ورسوله. فلا بد من العمل الصالح أن يكون موافقاً لشرع الله. وهناك شرط ثالث، وهو أن يكون العمل مقصوداً به وجه الله. فالمصدر والوجهة ينبغي أن يكونا ربانيين: ربانية المصدر، إذ الأمر يأتي من الله، وربانية الوجهة، بحيث يتوجه بهذا العمل إلى الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا في مجال التعبد المحض، وقد يعنى بذلك كل طاعة موافقة لأمر الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذا العمل من الإطعام والعمل الصالح إزاء الإنسان، وهو من قبيل المعاملات. ينبغي أيضاً كي يكون العمل صالحاً أن يقصد بهذا العمل وجه الله، وإلا كان عملاً دنيوياً كالأكل والشرب الذي لا يصحبه نية. ولذلك ذكرنا أن الذي يميز العبادة من العادة النية، فبالنية يصبح العمل عملاً عبادياً وعملاً صالحاً.
فلا يكون العمل صالحا وحسنا عند الله إلا إذا كان صوابا وفيه إخلاص. ولا يشترط من العمل الصالح أن يكون شاقا، إنما قيمة العمل عند الله بحسب مراد الله نفسه، فليس الأجر دائما بحسب المشقة ولكن بحسب مراد الله. فقد يعطي الله الأجر الكبير على العمل الصغير على حسب الموافقة وعلى حسب الإخلاص. هذا هو الذي يجعل قيمة العمل وصلاحيته ودرجة صلاحيته. إذ الأعمال متفاوتة في الصلاحية عند الله، وأفضل الأعمال عند الله ما فرضه، ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، كالصلوات وبر الوالدين وهذه الأمور العظام التي هي معلومة من الدين بالضرورة. كيف تعرف العمل الصالح عند الله؟ اقرأ كتاب الله وتأمل سنة رسوله، فإذا وجدت الله يحب عملا فاعلم أنه صالح، والله يحب المحسنين، إذن الإحسان عمل صالح، والله يحب الصابرين، إذن الصبر عمل صالح، والله يحب التوابين، إذن التوبة عمل صالح، والله يحب المتطهرين، فطهارة الحس وطهارة البدن شيء محبوب إلى الله، وثيابك فطهر، والثياب هنا هو اللباس ويراد به أيضا في لغة العرب النفس، فإذا هذا شيء محبوب. كذلك إذا قرأت في القرآن أن الله يرضى على عمل، وإن تشكروا هو يرضى لكم، فشكر المنعم يرضي الله، إذن هو عمل صالح. إذا رأيت أن من عمل عملا كان له الفلاح يوم القيامة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فإذا هناك علامات يميز بها العبد قيمة العمل عند الله. كذلك تعلم العمل الصالح بفضائله، من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا حسنة، وإن كان العمل بسيطاً، قد يكون العمل بسيطاً لكن فيه حسنات كثيرة. لا يشترط من العمل أن يكون شاقاً حتى يكون عند الله صالحاً، فبعد الفرائض هناك أعمال صالحة كذكر الله، ولعل أعظم الأعمال إطلاقاً عند الله هو ذكره، وكل شيء يصب في ذكر الله هو عمل صالح إن كان هناك الإخلاص في القصد. فذكر الله أسهل عمل وأعظم عمل عند الله. فإذا ذكرت الله وتحركت بذكره شفتاك كان الله معك، يعني حضور. أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، كتفتح الكونتور وتستجلب الحضور والمعية. وهنا المعية ليست معية علم، فالله مع المؤمن والكافر، يعلم ما يصنع الناس جميعا، ما يكونون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، فهو مع كل الناس، لكن هناك معية خاصة
بحضرته وحضوره وتأييده وتوفيقه وإعانته لك. فذكر الله عمل صالح وإن كان غير شاق. جاء في الحديث أن من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 1000 حسنة، يعني مليون، لأن العرب ما كانت تعرفه لمليون، 1000 1000 حسنة، ومحيت عنه أو حطت عنه 1000 1000 سيئة، ورفع 1000 1000 درجة، وبني له بيت في الجنة. شوف شحال ده الأجر على ذكر بسيط. الحديث رواه الترمذي والحاكم في مستدركه وصححه، وبعضه حسنه كالإمام المنذري. ما دخل السوق، السوق عالم الغفلة، وأعظم الذكر ذكرك لله في الغفلة، حيث الناس عن الله غافلون، أنت تذكره، لأن السوق كتدخل كتلف. عالم الدنيا، عالم البطن، والبطنة تذهب الفطنة. ففي هذا الموطن وإن كان العمل بسيطا، لكن الذكر في نفسه ذكرك لله وإن كان في ظاهره بسيطا ليس بذلك البسيط، لأن الغفلة هي الغالبة عن الناس. فمن دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، وحيد عليهم 1000000 سيئة، ورفعه 1000000 درجة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ففتح الله لك أبواب الاستدراك، أن تستدرك ما فاتك، والحسنات يذهبن السيئات. فكما تعصي الله أكثر من ذكره، ففي ذكره أجر كبير، ومن الحسنات ما يمحو الله به عنك من السيئات، لكن بشرط أن يكون هذا العمل موافقا لما يريده الله. فلا يكفي الإخلاص، يقول والله أنا مخلص، ها غادي نتقدى واحد البوتيه ديال الخمر ونحسن بها على واحد، اخي هذا ماشي، ليس لك ان تحدد ما هو الحسن والصالح، بل الله حدد. الخمر فيه مضار كبيره، لذلك لا يمكن لك ان تحسن بالشر او بالخبيث. يحكى ان ابا حنيفه راى رجلا سرق تفاحة ثم تصدق بها، يعني في زمان حتى السرقة كيديروا الخير، كل شيء بغى يدير الخير، سرق، ارتكب معصية وأعطى ظانا منه أنه ارتكب حسنة. فأبو حنيفة ينظر، قال يا عجبا، يسرق ثم يتصدق. فسأله فقال السارق يا أبا حنيفة، سرقت فكتبت علي سيئة، وتصدقت فكتبت لي 10 حسنات، لأن الله عز وجل يعطي على الحسن 10 حسنات، ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. يعني سرقت كتبت عليا سيئة، تصدقت كتبت عليا 10 حسنات، 10 ناقص 1 ربحت 9 الحسنات. الرجل كيضرب الحساب، الحساب في الخير، لكن ليس ذلك الصواب.
ليس ذلك هو الصواب. قال له أبو حنيفة: يا هذا، سرقت فكتبت عليك سيئة، وتصدقت فلم تقبل منك، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لا بد من الموافقة، ماشي الإنسان بغى يدير الخير سهل دير الخير، لكن خاصك ديرو بالخير، كن موافق. وكثيرا ما يدخل الشر من الخير، فالآن بغي عليك أن تقوم بالخير يكون صوابا ويكون فيه القصد حسنا، فلا تكتفي بالصواب دون الإخلاص ولا بالإخلاص دون الصواب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.